حييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في. للمرة الثانية عاملة اثيوبية بتشتغل بجونة عند ناس لما شافت انفجار بيروت، وهي عندها يمكن هواية او وقت، ما بعرف، يمكن يكون عندها الوقت. لما شافت الانفجار حبت هي تساهم ولو بفلس الأرملة. للمرة الثانية بتبعت 50,000 ليرة لبنانية بواسطة الكنيسة اللي بتروح تقدس فيها، وبالتالي عملت برانيت لأولاد الصغار. أول مرة بعتت برنيتين، واليوم بعتت لي اثنين كمان حتى نحن نعطيهم لأولاد هولي، يعني أكيد بجراء الانفجار بيروت. وأنا حبيت بلش الحلقة حتى إلا شكرا، وحتى أقول أنه العالم كله تضامن معنا، العالم كله شعر على هول هذا الكارثة الكبيرة، وبالتالي يعني عاملة تعمل في لبنان، يمكن هي على قدها كمان معاشها، عم بتشيل منه 50,000 ليرة وعم تشتغل كرمال تتفرح ولدين. أنا بدي أقول لها شكرا من القلب، بدي أكيد رح يوصلوا، يعني رح يكون معنا أنطوني مرشاق لأنه هو عم بيكون على الأرض، وأكيد رح نكلفه يعطيهم لولدين. شكرا لإلها لهالعاملة يلي رافضة هي تقول اسمها، ولكن نحن واجبتنا نقول لها وصلوا ورح يوصلوا بأمانة، وشكرا لإلك. معلومة بمعلومتنا لليوم، وزارة المهجرين أعلنت ببيان أنه عم تستكمل كل الملفات حتى تنهي موضوع المهجرين نهائياً، وهالملفات بتطلب من كل الناس اللي تواصلت معها أنها تستكمل ملفاتها حتى تروح على الصندوق، وهيك بتكون انتهت كل ملفات المهجرين، بتكون هنا هذا الملف من لأول مرة بتاريخ لبنان. فاليوم عم تطلب الوزيرة بحكومة تصنيف الأعمال أنه أي إنسان اتصلوا فيه ليستكمل بعض المساندات يبادر فوراً لإنهاء ملفه، وأيضاً يروح على الصندوق ويقبض ما عليه. من المسؤول؟ طبعاً نحن بمن المسؤول هناك حملة لازم نتعلم بين الإسكوا، وزارة العمل وكورسيرا، وأنا حبيت اليوم تكون معنا مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، الدكتور مهيناز العوضي، حتى نتعرف منها مباشرة على أهمية هالمبادرة المجانية، برجع بقول، ولأنه المهلة كمان رح تنتهي. فأولا بدي أقول لك شكراً باسم كل يلي استفادوا رح يستفيدوا دكتور مهيناز العوضي، ولكن بحب بداية نعرف لماذا أطلقت هذه المبادرة، ما هي أهميتها، وكيف تساهم في تمكين الشبان والشابات في لبنان؟ أهلا وسهلا. المبادرة أطلقتها الأسكوا مع وزارة العمل في لبنان وكورسيرا بهدف مساعدة الشباب والشابات في لبنان للاستفادة من فرص تدريبية تساعدهم أنهم يلتحقوا بسوق العمل، أو يحسنوا من مهاراتهم إذا كانوا يعملوا حالياً، يحسنوا من مهاراتهم لتحسين فرصهم في الترقية والاستمرار في سوق العمل، لأن إحنا زي ما عارفين خسرت لبنان والدول العربية والعالم أجمعه الكثير من فرص العمل، وأصبحت العطالة البطالة بين الشباب في ارتفاع متزايد. ما أهمية كورسيرا، وكيف ممكن، ماذا ستضيف للشبان والشابات رح يستفيدوا من هذه الدورة التدريبية؟ بشكل عام خليني أقول لحضرتك والمشاهدين أن التعليم بيخرج شباب لديهم المعلومات، ولكن ليس لديهم بالضروري المعرفة والمهارات. فالكورسات اللي بتقدمها كورسيرا، وهي مجموعة من أكثر من 3000 كورس، يستطيع الشباب، الشاب والشابة، الاختيار من بينهم كورس أو أكثر من هذا، بتقدم لهم المهارات المطلوبة التي يحتاج إليها سوق العمل، فبتزود من فرص التحاقهم بسوق العمل مرة أخرى. نحن بنعرف أنه هذه المبادرة بين كورسيرا وبين وزارة العمل وأيضاً الإسكوا الأمم المتحدة، قدي ممكن من الشباب أو الشابات يستفيدوا من هذه الدورات المجانية؟ كيفية التسجيل، شروط التسجيل، إلى متى ستبقى هذه المهلة لتلقي الطلبات؟ وهل هي محدودة بالعدد؟
نعم، العدد هي 25,000 شاب أو شابة، وإحنا أطلقنا المبادرة من حوالي 3 أسابيع أو 2.5 أسابيع على التحديد، تنتهي في نهاية أكتوبر. بعد أكتوبر لدى المسجلين حوالي 2 شهر للانتهاء من استكمال الكورس، ولكن التسجيل ينتهي بانتهاء شهر أكتوبر الحالي. ممكن تمديد المهلة دكتور مهناز؟ لا، صعب صعب. نعم تفضلي. فعلى المهتمين من الشباب والشباب الدخول على الويب سايت، في فورما أو أبليكيشن قصيرة جدا بيقدروا أنهم يملوها. كل اللي مطلوب أنهم يكونوا حاملي الجنسية اللبنانية، لأن دي منحة إلى الشعب اللبناني. بيملوا الفورم، بعد كده بيوصلهم على الإيميل يوزر نيم وباسورد، بياخدوا اليوزر نيم ده بيروحوا على الويب سايت الأخرى وبيقوموا بتفعيل اليوزر نيم. بيكون عندهم مجال أنهم يشوفوا قائمة الكورسات المتاحة ليهم، اللي هي زي ما قلت لحضرتك أكتر من 3,000 كورس، يقدروا يختاروا منها ما يناسبهم وما يناسب طلباتهم. أي نوع من الشباب والشابات يكون عندهم مستوى علمي جامعي، يكون في اختصاصات محددة؟ لأنه كمان مدعوين رجال. الكرايتيريا يعني اللي أقدر أقولها أن يكون حد جاد مهتم فعلا يرغب في تحسين قدراته. وأكيد قدي رح تمكن الشابات والشباب اللبناني، وحتى غرفة بيروت دعت الشركات كمان أنها تشجع موظفيها أنه كمان يستفيدوا من هذه الدورات. قدي ممكن تساعد بمهارات تكنولوجية، تسويق، غيره؟ كل المجالات. خليني أقول لحضرتك أن الإحصائيات بتقول أن 50% من اللي حصلوا على كورسات كورسيرا قدروا أنهم يلتحقوا بسوق العمل وأنهم يجدوا فرصة عمل جديدة. فاللي عايزين نقوله أن الكورسات بتقدم فعلا حزمة من المهارات والمعلومات، بتساعد الشباب أنهم لما يروحوا يعملوا مقابلة أو انترفيو بيكون لديهم القدرة أنهم يجتازوا المرحلة دي، وهي أصعب مرحلة. وحاليا بما ان كمان نسبة البطالة زايدة جدا، فالكومبيتيشن او التنافس على الوظيفة الواحدة بيكون اعلى، فده بيؤهل الشباب والشابات انهم يقدروا يحصلوا على فرصة عمل. وبما اننا بنتكلم عن البطالة، يعني مهم ان احنا نبقى عارفين ان البطالة في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد كوفيد زادت جدا في لبنان وفي العالم كله، في الدول العربية، ولكن في لبنان اكتر، وده بسبب المشاكل المتلاحقة والأزمات المتلاحقة اللي تعرض ليها لبنان في الفترة الماضية. ولكن حتى قبل كوفيد كانت نسبة البطالة في لبنان 14% مقارنة ب 7.8% في الدول العربية، فكانت البطالة قبل الأزمة الحالية كانت ضعف المنطقة العربية. الآن قفزت من 14% إلى 37%، فتخيلي حضرتك يعني تضاعفت يمكن 2.5 مرات. وعلشان كده المنافسة زادت جدا، ويجب على الشباب انهم يكونوا جاهزين للاختبارات والطرق الجديدة اللي يقدروا يلتحقوا بيها في سوق العمل. وهذه فرصة، لأنه هذه الدورات مكلفة بالعادة، ولكن مع هذا التعاون وهذه المبادرة المجانية ستتيح لهؤلاء الشباب فرصة جديدة، وبالتالي يعني كمان بيكون هذا شيء إضافي أكيد إلى مهارات ومعلومات. إذا التسجيل مستمر، نحن عم نحط على الشاشة الويب سايت يلي بيقدروا من خلاله يدخلوا على ال. لو تسمحي لي حضرتك كمان، إحنا بنشجع مش بس الشباب، الشباب الشابات الفتيات، لأن نسبة البطالة بين السيدات والفتيات أعلى تقريبا ضعف الشباب، وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن مهم جدا ان احنا نتاكد ان الاشخاص ذوي الاعاقه لديهم فرصه وفرصه متساويه للالتحاق بسوق العمل. اذا بدنا نشجعهم ذوي الاحتياجات الخاصه، بنشجع الشباب والشابات، نقول لهم فيكم تدخلوا على الويب سايت، نحن عم نحطه على الشاشه، حتى تستفيدوا وتسجلوا تستفيدوا من هذه الدوره هالمبادره هيدي التدريبيه عبر الانترنت اللي منحتها الاسكوا مع وزارة العمل وكورسيرا، وبالتالي المهلة بتنتهي بآخر هالشهر هذا، يعني أسرعوا ما هيك دكتور مهناز؟ مزبوط.
مظبوط، والابلكيشن اللي مطلوبه بسيطه جدا، بتاخد يمكن على الاكثر اقل من 5 دقائق علشان يتم استكمالها. هل ممكن قبول كل الطلبات ام في شروط محدده في درس طلب للقبول او لا؟ الشروط زي ما قلت لحضرتك ان يكون المتقدم حامل للجنسيه اللبنانيه فقط لا غير. بالظبط. شكرا لك دكتورة مهيناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا الأمم المتحدة، لهذه المبادرة. وطبعا نحن بدي أشكرك كثير، وبدي أتمنى أنه تستفيدوا يا شبان وشباب لبنان حتى ذوي الاحتياجات الخاصة منهم من هذه المبادرة قبل نهاية هذا الشهر. متابعة منتابع الحل عنا عبر الـ MTV، وبالتالي اتصالاتكم على 04-444-444. باخذ اول اتصال لليوم. الو الو تفضلي. الو بونجور، يعطيك العافيه. اهلا بونجور مدام. بدي اقول لك عن شغله. نعم. اول شيء بدي بلش انه لانه عنا بلبنان وسايط، اوكي؟ نعم. وين ما كان؟ انا قاعده ببصليم. نعم. في مبنى حدي حاطط موتور. نعم. بلا كاتم صوت والدخون على بلكونه. بنتي كان معها قبل كهرباء بالراس. نعم. ما في خبرك عن الصوت والازعاج، ما في خبرك. حكيت معه للشخص كذا مره. نعم. بيقوم بيقول لي انه انت سكري بلكونك احسن ما انا اتكلف بكاتم صوت. ايه، وبتسمح لك يعني انت لازم تتكلفي ما بعرف كم ألف دولار كرمال. نعم. بس لحضرته ما يكون مكتمل عنده شروط شروط. نعم. السلامه وعدم التلوث يعني. نعم. اتصلت بالبلديه، رحت لعندها ما مش الحال. نعم. نزلت على وزاره الصحه. نعم. اجوا كشفوا انه حتى الدخون تبعوله هو مفروض يكون اعلى من المبنى. نعم. دخونه لعندي على البلكون، اوكي؟ نعم. ما عدا الشحطار الاسود. بس ليش البلديه ما تجاوبت؟ لانه البلديه مجبوره انه هي شغلتها لروح على وزاره الصحه. طيب وزاره الصحه عملت تقريره؟ اجوا لهون 3 مرات وعملوا تقريرهم. نعم. عشان هيك سبق وقلت لك انه كل شيء وسايط عنا بلبنان. نعم. ليش التقرير شو طلب؟ ما عطاه مهله لصاحب الموتور؟ عطاه مهله بس انه يظبط الدخون. ايه، قديش المهله اللي عطاه اياها؟ مع الليه يعني بقي دخونه لعندي. نعم. انا صدقيني صحيا اصلا عم نموت من القهر. نعم. ومن الجوع ومن الذل ومن اللي بدك اياه، اكيد انت مارقه فيه وبتسمعي اكثر مني. قد ماني مقهورة، الإزعاج يلي بنتي بتنام وبتقوم راسها عم بيوجعها، يعني في هدير على طول، ومين ما بيكون عندي بس ينطفي بيقولوا شو كان هيدا الصوت. وما حدا عم بحس فينا، يعني أنا بحس إنه ولا حدا بيقبلها، البناية عندي كلها حطوا دوب الفيتراج، طيب أول شيء أنا مش قادرة ماديا حطوا بالفيتراج. في ناس أخذين كهرباء من عنده ساكتين ما بيقدروا يشهدوا معي، ولا بقدر أمضي عريضة لأنه كل العالم ركبوا وسكروا ارتاحوا. نعم. طب انا مش قادره اسكر ومش قادره اتحمل الصوت، لا انا ولا بنتي عم نخوت، ما في خبرك شو هالازعاج. تبع وزاره الصحه اجت وسمعت الصوت، قال ايه مش مقبول. قلت انا الحمد لله مش الحال. بعد جمعه رحت قال ما فينا نعمل له شيء، الزلمه له 60 سنه بالضيعه وبدك تروحي على وزاره البيئه. طيب انا قلت ما لي غير بابك دقه يعني. طيب لاقول لك شغله، هلا من هالك لمالك اليوم القانون واضح. نعم. وزارة بيئة ولا وزارة صحة ولا بلدية. نعم. في قانون واضح، مولدات الكهرباء بين البيوت خصوصا مفروض ووين ما كانوا موجودين مفروض يكون الدخون عالي، مفروض يكون في كاتم صوت، يعني. نعم. هودي أبسط الإيمان. هلأ إذا حدا بسكر لك البلكون على حسابه أهلا وسهلا فيه. أنا ما بدي أسكره. أنت ما بدك تسكري أكيد. من العلب. أكيد يعني ماشي الحال، هيدا حر أنت يعني، مش هن بدي يفرضوا عليك ببيتك، بس هن إلزامي أنه يأمنوا السلامة العامة. نعم. وعدم التلوث. بس حق. بليز بتعطيني اسم صاحب الموتور وأنت بأي بناية ولا ما بدك تقولي على الهواء؟ بقول لك تحت الهواء. اوكي، هلا مدام ريتا بتاخذ منك الاسم واذا في تليفون او شيء تنتواصل معك. اهلا وسهلا. ما بعرف شو بدي لك، ان شاء الله تقدري تعملي شيء لانه بقى لانه مش شتي وصيف على سطح واحد يعني. متاسفه انا انه وزاره الصحه هيك تجاوبك يعني، يعني انه المواطن شو لازم يروح كمان على وزاره البيئه وتبعت حدا؟ ما خلص مفهوم انه في مشكله، وهالمشكله بدها تنحل، تنحل من اول مره يعني. ليه البلديه كمان وقت البدا بدها تعمل انه وقت البدا منا شايفه؟ كمان لازم بلديه بصليم يكون لها دور بهذا الموضوع بتصور. اهلا وسهلا فيك. رح فوت بموضوع ثاني، موضوع النفايات يلي
للحقيقة ما بنلحق يعني ما بنتنفس إلا نفايات للأسف الشديد، لأنه ما عم يلتقى الحل الجذري النهائي لهذه المعضلة المشكلة. فإذا حكينا بجبل لبنان وحكينا بالمتن، خلينا نروح على الشويفات. إذا بتشوفوا اليوم بالشويفات مكب يعني وكأن مقبل يعني محفوظ ستور، يعني حدو في بياعين كعك وفي بياع قهوة وبياع خضرة، وليكو هالمكب بين هالناس اللي بتبيع، يعني هيدا شيء كتير بخوف. يعني نحن بنقول للناس انتبهوا من الكورونا، بس هيدا شو؟ هيدي برسم المعنيين، لأنه مش مقبول. يعني هيدا مكب بقلب الشارع بقلب الحي، هيدا شيء مش مسموح. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، وباخذ كمان اتصال جديد. الو الو، اهلا تفضل. الله معك. اهلا بتر بيك، يعطيك العافيه. انا من جنوب وسبق وحكيت مع حضرتك عده مرات، بس بدي ارجع اكرر شو طلبي مع حضرتك. تفضل. نحن عندنا اراضي بجنوب مضمنين لليو ان بعقد من الدوله، نعم، انه على اساس كل سنه تدفعنا. طلنا 7 سنين لحد هلا الاراضي بعدهم قاعدين فيها اليو ان وما عم نقبض شيء. يعني من 7 سنين يعني توقف دفع الاجار. لو كانت الاراضي معنا نحن وعم نستعملها، ما كنا استثمرناها، ما كنا زرعناها، ما كنا استفدنا منها. ده معقول يعني هيك؟ يعني هو دائما هيك على الهامش يعني. اكيد اذا واحد ما بيطالب ما بيطلعوا فيه، اذا واحد ما بينزل على الشارع ما بيحسوا ولا بيطلعوا ولا بيشكوا، شو هالحكي هينا؟ لانه اجمالا اليو ان لما عم يتجدد لك كل سنه، ومشكورين لتجديدها لانه وجودها كمان كثير مهم. ولكن هذا اللي بدي اقول لك ايه، خليني اقول لك مظبوط، انت عندك كل الحق على وزاره المال انها تسدد لكم الاجارات وتاخذوها من وزاره المال، ما هيك؟ مش وزاره المال بتعطيكم الاجار؟ مظبوط، وزارة المال بتعطينا الأجار صح كل سنة، بس صرنا 7 سنين مش دافعيتنا. هذا اللي عم نحكي، إنه على وزارة المال أن تدفع الأجار. يعني هلأ نيتراكموا أكيد، وما بعرف شو بعد بيسوا هلأ مع تدني سعر الليرة للأسف الشديدة. بيعطوكم إياهم كانوا بالعملة الأجنبية ولا باللبناني؟ ثالث مرة أو رابع مرة بيحكي مع حضرتك، بس ما بعرف قلت لي برجع لكم. انا بوقتها لا ما بتذكر شو جاوبوني، لانه انت حكيت يمكن من شيء اكثر من سنه يمكن، صح؟ من هيك ما بقى اتذكر شو جاوبون، بس نرجع بنقدر نطلب من معالي الوزير بحكومه تصنيف الاعمال غازي وزني، نعرف انه من 7 سنوات ليه ما تسددت ايجارات اليونيفيل للناس بالجنوب يلي قاعدين بارزاقها. اهلا وسهلا فيك. عندنا فاصل ومنتابع. تابع الحلقة لنا عبر الام تي في، وباخذ اتصال جديد. الو الو، بونجور. بونجور بليز، انا معلمة بعطي بمدرسة. نعم. بس انا مثلا عندي كونسير. نعم. مثل اذا بتسووا لنا هالموضوع مع وزارة التربية، انه بالنسبة اللي عندهم امراض مزمنة، نعم، يعطوا اونلاين بدل ما يحضروا، لانه بتعرفي وضع الكورونا يدي صعب. لانه بعتقد هذا الموضوع بدك تنسقيه مع المدرسة. لا ما قدرت نسقتيه مع المدرسة، انه الكون تبع يكون اونلاين. المدرسة بتقول لك وزارة التربية هي شو بدها. اوكي. نحن انت حضرتك بتشتغلي بمدرسة خاصة ولا مدرسة لا رسمية؟ لا بدوري. مدرسة رسمية. ايه تعاقد، انا تعاقد ساعات بس. رح أنا نسأل. وضعي لانه بياخذ تريتمون. نعم. انه بدنا نطلع على هذا وضع الكورونا، يعني هذا بس. أكيد معك حق. ما بعرف إذا بنصار معكم هالموضوع الأساسي. إن شاء الله، أول شيء بتمنى لك الصحة والسلامة، وأكيد رح نسأل وزارة التربية إذا في تدبير لهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيكي. بدي أقول إنه وزير المال استقبل اليوم النائب أمين الشري ونائب أيضا فادي عليم رئيس اتحاد بلدية الضاحية محمد درغام وممثلين عن الشركات المتعهدة كنس النفايات وجامعة في مختلف المناطق. وأوضح النائب شري بعد الاجتماع أنه أزمة النفايات بالضاحية الجنوبية والمتن وكسروان والشوف، وعلي استعدت عقد هذا الاجتماع مع الوزير وزني بحضور المتعهدين، وأشار إلى أنه طرحت المشكلة الأساسية هي موضوع تحويل الدولار الحوالات من الدولار إلى الليرة اللبنانية. وأضاف أيضا بعد اللقاء أنه طرحت اقتراحات وافق الوزير وزني عليها على أن يتولى
الوزير وزني نقلة إلى حاكم مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وبالتالي أعلن أن المتعهدين التزموا مباشرة أعمالهم ليل اليوم الاثنين برفع النفايات. إن شاء الله يتوفق الوزير مع حاكم مصرف لبنان وتنحل هذه المشكلة أقله بهالفترة. رح ننتقل معكم إلى أنطوني مرشاء زميلنا يلي اليوم كمان من الصبح موجود على الأرض حتى يخبرنا شو الجديد طبعا بالمناطق المتضررة جراء الانفجار. أنطوني أول شيء بدي أقول لك يعطيك العافية، بعرف اليوم عندك موضوع كتير مهم حيوي رح طلعنا عليه، ورح أترك لمن بعدنا تعطينا شو عندك إن نهنيك. نعم. ونخبر عن شو بدنا نهنيك. شو عندك أنت اليوم أول شيء؟ ريبيكا أنا موجود بشارع مرم خايل. بداية قبل ما أحكيك بالموضوع الأساسي، لفتني هلأ أنا موجود هون بهيدا الشارع إنه شوي الناس منهم فاهمين حركة السير كيف عم بتتم بهيدا الشارع مع التحويلات يلي صايرة. إذا بدنا نشوف الطريق هون مع الزميل جيل خوري، هيدا الطريق اللي مطرح ما كانت قاشطة البناية فتحت الطريق وصارت سالكة وصار السير بيقدر يجي من هون. ولكن المشكلة الكبيرة هي إنه بآخر هيدا الطريق قبل مبنى شركة الكهرباء في بلوكات بيتون، يعني عم بيوصلوا الناس اللي ما بيعرفوا هيدا الطريق عم بيوصلوا يوقفوا بالسير عم بيفكروا إنه في عجقة سير، ولكن هي لا، لازم ينزلوا من حد شركة الكهرباء ويستلموا الأوتوستراد لأنه عم بيكونوا في سيارات موقفين عم بيفكروا إنه السير واقف لأنه في عجقة سير باتجاه مرم خايل، يعني باتجاه من بابا بعد شركة الكهرباء. هيدي النقطة اللي لازم الناس اللي عم تحضر الحل عنا تعرف إنه الطريق لازم قدام شركة الكهرباء مقطوعة بالبلوكات. أما بالنسبة للموضوع الثاني وللنقطة الثانية إنه هون الحي والشارع مازال عم بيتم العمل فيه، ولكن اللافت إنه قالوا لنا بدنا نتأكد من الموضوع، يعني مزبوط إنه إجا جابة كهرباء على المنطقة بهاي الظروف؟ صحيح كنا قاعدين هون وأنا جايب الكهرباء جاية معه كتسة فواتير، قلنا له كخية طيب كيف ما فيها على العالم كده مش ببيوتها وبعدين متضررة بعدين بتساعدونا عم بتلموا مصاري، طولوا بالكم شوية صغيرة، في جماعة دفعوا بيناتهم غسان صاحبنا وقرايبنا، إذا بتاخذ حديث معه لغسان وبيخبرك كيف دفعنا للجماعة. بس أنت بس عيب والله عيب، يعني بدل ما يساعدونا عم بيجوا يقبضوا منا مصاري كمان. ما بعرف سالتوه باي منطق اجى على الحي؟ ما سالني، ما بعرف اذا غسان ساله، انا كنت قاعد هون عم بتفرج عليه حسين، مش الجابه تبعي انا، الجابه تبع غسان، هو ساله غسان. هلا انتم بنفس الحي ولكن كل حسيت انه بين هالمحل وهالمحل بيفترق الجابه. في جابه، في عده جماعه بيجوا بيقبضوا، كل بنتين ثلاثه فيهم شخص معين، كل حي له شخص معين. اللي بيقبض عند غسان ما بيقبض عندي انا. ولكن انت حده جاره يعني ما في مكان. ايه انا جاره بالقفا، او انا بيتي مهبط كله سوا، ما بعرف اذا في يجي لعندي، واذا اجى شو بده ياخذ مني؟ مش هياخذوا شيء. غسان يعني انت كنت اجى لعندك جايب الكهرباء، خبرنا شو طلب وشو دفعت وشو عملت و... ليك شو بدي خبرك، يعني ما بعرف يا خيي انا الدوله او المؤسسات الدوله التابعه لها كيف هملتنا هملة العجيبة، خاصة نحن هون أولاد المنطقة منكوبة، يعني صار رح يصيرنا 3 شهور منكوبين، في عالم عم تنام برات بيتها، في عالم ما عندها بيت تقعد فيه، ما دفعوا لهم بدل مسكن مثل ما عملوا مع إخواتنا بطريق الجديدة، دغري تاني نهار دفعوا لهم بدل مسكن، نحن هون بدل ما يدفعونا عم يجي بياخذوا منا. هلا اوكي انا اجى لعندي جابه ودفعت له فاتورتي مع انه هي محرزاني 15000 ليره وعن 2019 جابه قد دفعت له؟ دفعت له 15000 ليره فاتوره محلي، انا ما عندي كثير مصحوب كهرباء، يعني عندي كم لمبه نيون وشو اسمه. هلا مش هلا نحن ما عم نحكي على القيمه، عم نحكي على المبدا، انه عم نحكي على المبدا. نحن ما بعرف هون عم ينظرونا بغير نظره بالمنطقه، عنا عم ينظرونا غير نظره كليا، ما عم ان كان بلديه ريبيكا مؤسسه كهرباء او غير كهرباء. يعني نحن اكيد ريبيكا لازم ما يكون عم يمرق جيب الكهرباء بهيدي الفتره، اكيد نحن رح نشوف حق الحال بهذا الموضوع، وهذا المشهد ما لازم نكون عم نشوفه بالشارع. اكيد بس انا بشكرك انطوني لانه اعطينا معلومات مهمه يعني للناس اليوم، واكيد رح نتابعها مع كهرباء لبنان. انطوني بدي اقول لك مبروك، صوره اليوم رح تكون صوره الجايزه يلي نلت عن فيلم هيك بدهم كمخرج خريج كليه الفنون
الجميلة والعمارة الجامعة اللبنانية جائز أفضل فيلم قصير في لوس أنجلوس اللي صار هالفيلم بالبرودواي من 25 أكتوبر لحتى 25 منه. تم اختيار 150 فيلم قصير من أصل 3174 ومن بين 120 دولة مشاركة، بقيت 62 دولة حتى النهايات، وفاز لبنان المكسيك الأرجنتين واليابان. بقى من لبنان فاز أنطوني مرشاء زميلنا، بدي أقول لك مبروك أنطوني، يعطيك العافية، منشوف حالنا فيك. ونحن حطينا صورة أكيد الجائزة يلي بتستحقها أكيد. ما قدرت كنت أنطوني، ما هيك؟ ما قدرت كنت، ما قدرت رحت أنت استلمتها مباشرة؟ لا للأسف لا ما قدرت أكون موجود أبداً بالولايات المتحدة، ولكن كان في حدا من أصدقاء ملك جمال لبنان، يعني ملك جمال لبنان موجود هناك بالولايات المتحدة تبع العام 2018، فراح واستلم الجائزة مطرحة. طلبوا مني انه يستلموها لسفاره لبنان الموجوده بالاي، ولكن انا رفضت لانه ما بعرف اذا رح اقدر اخذها من السفاره اذا اخذوها، لانه تواصل معهم ويبعثوا لي اياها، ما بعرف اذا رح اقدر احصل عليها، ففضلت عن طريق وسيط مش عن طريق اذا بدنا نعتبر الممثل. بكل الحالات اليوم كلنا بنعرف انه جائحه كورونا اللي هي يمكن اكثر شيء بعد المواصلات اكثر من غيرها، نحن بكل الاحوال بنقول لك يعطيك العافيه انطوني، مبروك الجائزه والى جوائز عديده اخرى لانك تستحق. نعطيكم موعد بكره مشاهدينا، الى اللقاء.